طيب مرحب فيكم مرة ثانية، وزي ما حكينا لكم يا شباب هاي المحاضرة الأولى اللي أونلاين، ما سبق من محاضرات كانت كلها حضورية، لكن لا بأس إنه نلتقي كل فترة والثانية في محاضرة نعمل فيها شوية بريفيو للأمور، خصوصا إنه أحيانا إنه عن طريق البلاك بورد قد نوصل بعض الرسائل الأساسية المهمة. طبعا اللي ما عنده إمكانية يحضر ما في مشكلة عنده نهائيا، يعني المحاضرة هاي عبارة عن بريفيو لما سبق، تمام، وممكن أسجل جزء منها يعني حتى تكون أنتم بالصورة. فصحيح ما سبق من محاضرات كنا قد عملنا بريفيو للشبكات بشكل عام، وقلنا أنه المادة تبعتنا هذه الـ CE331 Business Data Networking بتركز على مجموعة من الـ Objectives، إذا بتلاحظوا أكثرها بالـ Application لاير، وما تبقى فيها أجزاء متناثرة من بقية اللايرز الأخرى، بالإضافة إلى تركيزها على بعضه البروتوكولات والجانب العملي باكيت تريسر وما إلى ذلك من أمور. الكتاب الأساسي في هذا الموضوع اللي هو كتاب ويليام ستولينجز، البيزنس داتا كوميونيكيشن، زي ما حكيت لكم مسبقا هذا سيكون أحد الكتب التي سنعتمد عليها. يعني صحيح كتب الشبكات كثيرة، والكثير منها يعني فيها معلومات كثير ممتازة. أنا شخصيا بروز أكثر كتاب يعني اهتميت فيه اللي هو توب داون أبروتش اللي لجيمس كوروز وكيث روس. هذا الكتاب صراحة راح أركز عليه بشكل خاص لما فيه من أشكال في غاية الأهمية. طبعا النسخة اللي عندي النسخة الثامنة، هي موجودة عندي هون، بفرجيكم إياها، هاي نسخة الكتاب موجودة عندي هون، اللي حاب يحصل على هاي النسخة موجودة عندي هون النسخة هاي الصحيح، تمام، بفصوله الثمانية، بفصوله الثمانية التي يبدأ بالابليكيشن لاير وينزل تحت لبقية اللايرز الأخرى زي ما حكينا لكم. الكتب الأخرى اللي راح نعتمد عليها طبعا مما لا شك فيه كتاب ستولينجز راح يكون من الكتب الأساسية اللي راح نركز عليها. هذا الكتاب كتاب ستولينجز، بالإضافة لكتاب كمان جميل اللي هو كتاب فوروزان داتا كوميونيكيشن اند نتوركينج، وفي كتاب كمان في كثير فيجرز وأشكال توضيحية لريموند بلانكو، أظن ريموند بانكو، ريموند بانكو، بانكو أند بانكو، بالإضافة لكتاب ثاني كمان ممكن خصوصا لما نبلش نعطيكم شوية عملي براكتس. شفت فيه يعني بعض التلميحات الجميلة عن الباكت تريسر والتطبيقات العملية بالشبكات. بالتالي فإحنا دائما وأبدا بنحكي بجنرال كونسبتس، وأحيانا قد ندخل لمور سبيسيفيك اند براكتيكال اكتيفيتيز زي ما هو صاير هون مع الباكت تريسر، لكن لا زلنا إحنا في مرحلة البدايات، وكنا قد تحدثنا لكم مسبقا عن الباكت تريسر، وممكن بالمعمل اللي اتفقنا نلتقي فيه دائما ننزل لكم الباكت تريسر من سيسكو ونبلش نشتغل عليه. طبعا في كتاب ثاني على سيرة انه احنا بنحكي عن التوب داون ابروتش، انجاز لنا التعبير هون، بنقول هذا باتوم اب ابروتش، كتاب تانن بوم من الكتب الجميلة الصحيح، لكن الفرق عن كتاب كروز انه من الفيزيكال للابلكيشن، العكس تماما. يعني هاي انا حاط لكم رابط بس للاطلاع اذا اردتم ان تطلعوا على مثل هذا النوع من الكتب حتى تعرفوا الفرق بين الكتاب اللي بين ايديكم والكتاب اللي والكتب الاخرى. هذا كتاب تانن بوم، طبعا من الكتب المشهوره في عالم الشبكات. طبعا اثناء وانا بشرح اذا حدا عنده اي سؤال او استفسار بامكانه. اوكي، هلا هاي الاسئله راح نجاوبك عليها كمان شوي، بس خلينا نسترسل شوي بالشرح. هذا كتاب تانن بوم، لاحظوا انه عكس كتاب كروز بيبدا برضه من بيرسون، كليهما من بيرسون، بيبدا بالانترودكشن، بعدين بيبدا بالفيزيكال لاير، من الفيزيكال لاير بروح على الداتا لينك، بعدين على الميديوم اكسس كنترول، وصولا للنتورك، الى ان ينتهي بالترانسبورت فالابلكيشن. لاحظ على العكس، وبعدين بصير يحكي عن السكيورتي والامور الاخرى المرتبطه بالشبكات. طبعا دائما وابدا السكيورتي مرتبطه بالشبكات، دائما انتم بتعرفوا ان السكيورتي مرتبطه
بالشبكات. لذلك يعني بجوز الكتاب هذا النسخة السابقة من كتاب كروز وروس، هذا النسخة اللي الحالية اللي احنا بنعتمد عليها الطبعة الثامنة اعتقد بعد 2020-2021، اللي هي from application to physical وليس from physical to application. طبعا في كتب اخرى كثير بموضوع الشبكات براكتيكال، يعني انا بجوز من هاج سيسكو نمرركم عليه في بعض الامور العملية. صحيح في كتاب جميل كمان جذبني العنوان تبعه، يعني كنا نحكي لكم في محاضرة ادارة المشاريع عن السيستم ثينكينج، ايضا احيانا قد نتعامل مع الشبكات من مبدا السيستمز ابروتش، وهذا قد يعني ممكن نشوف بعض الاشياء المهمه فيه لباترسون وديفي. الصحيح كتب الشبكات كثيره جدا ومفيده، لكن يعني حبينا انه نطلق على بعض الامور. وكنا قد يعني عملنا بريفيو كمان من كتاب مش بس الانفورميشن سيستم فاونديشن، من كتاب الاي كوميرس، العلاقة بين البيزنس والتكنولوجي والسوسايتي، تحديدا الشابتر الثاني المتعلق بالاي كوميرس انفراستراكشر، وهذا انا راح اشيره معكم باقرب وقت، تحديدا الشابتر الثاني لانه في كثير من الامور تم شرحها مسبقا، لكون المادة اللي بين ايدينا ايش اسمها بيزنس داتا نتوركس، او بيزنس داتا نتوركينج، فراح يكون يعني الشرح تبعنا من خلفيه الى حد ما بيزنس قدر الامكان. ولما تحكي عن البيزنس اكيد انت راح تجيب سيره علاقه المصطلحات الاساسيه بعالم البيزنس، الاي ار بي، يعني هون حتى لاحظوا هاي امبورتنت كونسبتس راح نحكي لكم عنها. صحيح ظهرت بعالم الشبكات بالعشر سنوات الاخيره او بالعشرين سنه الماضيه، زي الكلاود كومبيوتينج، زي مثلا السوفت وير ديفايند نتوركس، طبعا الفي بي ان معروفه بالنسبه لكم، فيرتشوال برايفت نتوركس راح نحكي عنها اكثر لما نيجي للشابتر المتعلق بالسكيورتي. هذه الامور الاساسيه اللي يا جماعه اللي راح نحكي لكم عنها. اذا في حدا عنده اي سؤال بامكانه يبادر ويسال الان، فاذا في حدا عنده اي سؤال او استفسار فليبادر وليسال قبل ان نكمل في هذه المحاضره. بس عفوا يا عدنان، عيد سؤالك مره ثانيه بس. الفيديو اللي ارسلته على الواتس، تمام. المحاضره اللي ارسلت لكم اياها كانت من 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 الانفراستراكشر، ماده الانفراستراكشر، كتاب هذا الكتاب، كتاب الاي كوميرس، تحديدا هذا اللي هون راح نستخلص منها بعض الاشياء الاساسيه المهمه، وخصوصا ما تم شرحه من امور متعلقه بالمارين كيبلز هاي اللي بلشنا فيها، والطيف الترددي والامور هاي، وحتى حكينا لكم فيها عن الباكت سويتشنج والتي سي بي اي بي والكلاينت سيرفر كومبيوتينج، مفهوم الاي بي ادريسنج حكينا عنها بشكل عام. صحيح وكان تجاوب كثير ممتاز فيها، الانتقال من الاي بي فيرجن 4 للاي بي فيرجن 6، الديبليشن اللي حصل مع الاي بي فيرجن 4 هاي راح نركز عليها اكثر، الفرق بين الاي بي فيرجن 4 و6، هذا كله راح انا يعني اضمنه ضمن الماده تبعتكم. الاور جلاس كمان حكينا عنها بالمحاضرات. بالتالي وصلنا لمرحله انه ننظر للشبكات من وجهه نظر اركتكتشر، بنيه الشبكه بشكل عام، بنيه الشبكه بشكل عام هاي حكينا عنها بهذا الشكل وبالشكل هذا الذي يليه، من حيث انه مكون من مجموعه من التيرز. لكن يعني حتى مرينا على الاي اكس بيز، انترنت اكسشينج بوينتس، تمام، هذا كله تحدثنا عنه. صحيح وكان دائما الهدف انه نصل لمرحله من الفهم للمصطلحات اللي ظهرت بالعشر سنين الماضيه، زي الاي او تي، زي انترنت الاشياء، وهي امثله عليها. صحيح كنا قد تحدثنا عنها، تمام، وحكينا كثير بموضوع الويب، وقلنا الويب جزء من المعادله تاعت الشبكات، جزء من الشبكات، من حيث انه بشكل ماذا؟ بشكل الابلكيشن لاير، بشكل أو جزء من الابليكيشن لاير بالاو اس اي ستاك. وقلت لكم انه يعني هذه الانالوجي مع الطيران اللي بتمثل الانتقال من مرحله التيكت، تشتري تيكت بعدين تشيك على الباكج عفوا، وتدخل من الجيت في المطار وتقطع رن اوي تيك اوف، وتركب بالطياره ويعني فلاينج اوفر، يعني
ايربلان راوتينج من مكان لمكان ترانزيت حسب الحالة، والهبوط فيما بعد. تفضل يا عدنان. بعض الطيارات وبعض الشركات الطيران في الجو تسمح لك انك تشغل الانترنت والواي فاي، كيف يكون اتصال الشبكة فيها؟ بكون اكيد عن طريق الاقمار الاصطناعية. هذا الشيء راح احكي لكم عنه كمان شوي مستر عدنان. يعني لاحظ هنا لاحظ بالمناسبة هنا لا نحن هنا بالشكل هذا لا نتحدث عن استخدام الانترنت بالطيران، هنا هو بقارن بين مفهوم. يعني قد نعمل انالوجي مش بس للطيران، لمثلا انت وديت رسالة، كتبت رسالة حطيتها مغلف، حطيت المغلف هذا جوا طرد، الطرد هذا ارسل عبر التركات مثلا من مدينة لمدينة او بالطيران او بالشحن البحري. والقصد هون بالشكل هذا انه اللي صار هون بشكل تراتبي يأتي هنا بالاستقبال بنفس الشكل التراتب لكن بطريقة عكسية. فهون انت بتنزل الطيارة بتنزل على المطار، تعمل بدل ما كنت تعمل رن اوي تيك اوف اقلاع تعمل هبوط، بدل ما هون دخلت على البوابة بتخرج من البوابة انلود، بدل ما انك هون سلمت الباكج وشفت الوزن تبعها وحطوا لك اياها بالطائرة من تحت، هون بتاخذ بتستلم الباكج تبعتك. بدل ما انك هنا تشتري التيكت، هنا لا، التيكت بتكون معك، اذا ما عجبك بتعمل كومبلين، تعمل ايه الشكوى او بترميها او بتحتفظ فيها ذكرى. فالقصد انه هذا اللايرز التي او هذا السيناريو الطيران اللي شفناه هون يقسم الى لايرز بهذه الطريقة، حيث انه كل لايرز implements a service. حلو. فلذلك الانتقال من حالي لحالي هون يشابه تماما ماذا؟ ها؟ يشابه تماما ماذا؟ وخصوصا انه انا اذا عبرنا عن كل لاير باسلوب اخر، تيكتنج سيرفيس، باجج سيرفيس، جيت سيرفيس، ران اواي سيرفيس، راوتينج سيرفيس. طبعا كل سيرفيس من هون زي كانت تعمل مره اب ستريم مره داون ستريم، او مره اب مره داون، هون اب هون داون. نفس الشيء انت باللايرنج هاي، وهذا باعتباره ريفرنس موديل، هو انت بتتعامل فيه بالمبدا اللايرز اللي شرحنا لكم اياها بالمحاضرات، ابلكيشن ترانسبورت نتورك لينك فيزيكال. هذا التسلسل وبكل ما فيه من بروتوكول سميناها لكم وسنشرحها بالتفصيل في المحاضرات القادمه، هاي البروتوكولات اللي بكل لاير والتي تعمل بهذه الطريقة. لاحظ المسج تغلف مع ترانسبورت بتصير سيجمنت، مع النتورك بتصير داتاجرام، ثم تصبح فريم، ينتقل هذا الفريم عبر اللان، بنسميه فريم. لكن لما يوصل لراوتر شو بصير؟ بصير باكت، بصير ايش؟ باكت، وبيستمر بالانتقال من السورس للديستنيشن بهذه الطريقة. طبعا هذا الكلام كله احنا شو بنسميه، او هذا التغليف بنسميه اللي هو عملية الانكابسوليشن. هذا التغليف بنسميه ايش؟ الانكابسوليشن. على اي حال، احنا قلنا لكم انه في عندنا هاي الطبقات المتكون منها التي سي بي موديل، وقاربنا لكم على البورد بالمحاضرة بين هذه التي سي بي موديل والاو اس اي موديل. الاو اس اي موديل مكون من 7 طبقات، لو عديناهن هون 1 2 3 كذا كذا من راح نوصل لـ7، بينما هون لما تعد انت راح تشوف فين 4. تمام. هذا تي سي بي، هذا اي بي، هذا الفيزيكال او نتورك اكسس، وبالتالي هون الابلكيشن. صار في نوع من الاختزال، صار في عندنا نوع من الاختزال لكل الطبقات هاي. قلنا انه الريفرنس موديل تبعنا هذا الاو اس اي، او اللي مرتبط بالايزو، اللي كل لاير فيه بتقوم فانكشناليتي معينة. فاللي صار انه احنا بالتي سي بي اي بي موديل اختزلنا هاي 3 طبقات بطبقة واحدة، ترانسبورت بقية ترانسبورت، نتورك صرنا نسميها انترنت، الديتا لينك والفيزيكال لينك. وفي فيرجنز كثير، يعني على مستوى البروتوكول يمكن ان تراها من وجهة النظر هاي.
على مستوى البي دي يو ممكن ان تراها من وجهة النظر هاي. يعني شو البي دي يو؟ الداتا يونت اللي بتسافر. يعني قبل شوي سميناها على مستوى الطبقه الرابعه سيجمنت، الطبقه الثالثه بالاي بي بالانترنت ووركينج بنسميها باكيتس، ومن ثم بتصير فريمز، بالفيزيكال لاير بتصير ايش؟ بتصير بيتس. فهي النقطه اللي احنا كنا دائما نركز عليها، عرفت كيف علي؟ فبجوز هذا الموضوع الصحيح هو الأساس، هو أهم موضوع بالشبكات، لأنه إذا فهمته أنت تقدر تفهم، تقدر من خلاله تدخل. وأصلاً يعني أغلب الكتب اللي شفناها مقسمة إلى تشابترز بهذه الطريقة. يعني الكتاب اللي بين أيدينا كتاب كروز بيبدأ من الأبليكيشن وبينزل تحت، بينما مثلا كتاب تانن بوم على سبيل المثال من الفيزيكال للابلكيشن. فهذا هو هذا، يعني هذا التاكسونومي باعتباره تاكسونومي اساس للنظر للامور اللي بالشبكات، عرفت كيف علي؟ قلنا لكم في محاضرات سابقه من الامور اللي بتساعدك على الفهم اللي هو استخدام الباكت تريسر وهذا راح نجربه بالمعمل ان شاء الله في الاسابيع القادمه، خصوصا بعض الاوامر الكوماندز المهمه اللي راح نطبقها عن طريق الدوس، او اذا صح لنا نشتغل لينوكس. بجوز هذا انا كتاب هيد فيرست تعجبني فيه صحيح التقسيم للاوامر بطريقه يعني سهله، ولو انه شوي هون معتمد على السيسكو باكت تريسر او السيسكو، يعني فيه تركيز على منهاج سيسكو، وهو منهاج موجود عندنا صحيح من حفظه. يعني هاي محاضرة سيسكو اللي تم شرحها مسبقا صحيح، لمثال المثال اللي كنا دائما نحكي لكم عنه اللي هو السويتش اللي بيعبر عن الشبكة اللي بيعمل كرييت للنتورك، والراوتر اللي بيعمل كونكت بتوين مور ذان نتورك، وهذه اللي هون نسميها هوستس. هذه اللي هون ايش نسميها هوستس. لذلك في كتاب كروز صحيح يعني عامل بيشتغل باسلوب اعجبني كثير الصحيح، اللي هو تقسيم تعامله، لاحظوا في الانترودكشن اللي اتطرقنا لها بالمحاضره الماضيه بعد ان سال عن الانترنت ومفهوم البروتوكول، ماشي نمر عليه المرور سريع. يعني شبهها، لاحظوا هون شبهها بالنتس اند بولتس. ايش النتس اند بولتس؟ اللي هي الصواميل والبراغي، البراغي والسموني، يعني الفيزيكال، وات يو سي فور ان ذا فيرست جلانس، يعني ما تراه انت من ديفايسز. هذه الديفايسز اللي انت عم بتشوفها، بدءا من اشارات المرور، السيرفرات، الثلاجات، واي نوت السيارات، مش بس اجهزه الكمبيوتر، ولو انه احنا بالاساس بنتحدث عن الأجهزة الكمبيوتر، لكن كل شيء أصبح يرتبط بالإنترنت، وهذا ما نسميه إنترنت الأشياء، إنترنت أوف ثينكس. فبالتالي صار في عندنا مليارات الأشياء المرتبطة، يعني بجوز لحد سنة 2010 كان عندنا أكثر من 50 مليون ديفايس مرتبط بالنت. بعدها بخمس سنين طال العدد من 50 مليون لخمس مليارات. شوف قديش ضاعف العدد نتيجة إنه هاي الأشياء التي لم تكن تلقي لها بالا ولم تكن تتخيل أن ترتبط بالنت أصبحت مرتبطة بالنت من خلال إعطائها IP address، تمام؟ من خلال إعطائها إيش؟ يعني دخلت في عالم الشبكات، دخلت في لعبة الشبكات، فهي أصبحت host. يعني تخيل إشارة المرور صارت host. زمان كنا نسمي بس الكمبيوتر host، اللابتوب، السيرفر، لا صارت هاي كمان hosts end systems نهاية الطرفية. فهذا اللي running network applications at internet's edge، هاي بنسميها edge، لاحظ طرف. فلاحظ هون راح نقسم المسألة لثلاث أبعاد، edge وaccess وكور. فما تراه أنت بالطرف هذا edge. طب وين أيوة وين الكور؟ هذا الكور اللي هو الباكت سويتش، تكنيك اللي حكيت لكم عنها بالمحاضرة الماضية، وبيعمل chunking للداتا او فراجمنتنج للداتا، بعدين بروح يعمل اسمبلينج، وبيعتمد على تو ديفايسز اللي انا قبل شوي حكينا لكم عنهم بالباكت تريسر، اللي هو الراوترز والسويتشز. الراوترز والسويتشز، هذا الراوترز وهذا السويتش اللي بيكون مرتبط بكل معمل او بكل لان على مستوى اللانز. ملاحظين كيف علي؟ هاي النقطه المهمه. وما يتبع ذلك من كوميونيكيشن لينكس، لاحظ هاي الهوائيات، هاي الاسلاك،
اللي هن اما بتكون جايدد او ان جايدد او سلكي ولا سلكي زي الفايبر والكوبر والراديو والستلايت اللي بنحتكم فيها الترانسميشن ريت او باندويث. يعني بجوز مصطلحين هذول شوي متجاورين او في بيناتهم علاقه. يعني الباندويث سرعه مش السرعه عفوا سعه النقل اللي تقاس بالبت بير سكند، قديش انت بتقدر بالزمن معين تقدر ترسل كميه من البتس. فبنصير نقول بت بير سكند ومضاعفاتها الكيلو بت بير سكند الميجا بت بير سكند وهكذا دواليك وهكذا الى ان نصل الى ان لاحظ هذا الانيميشن اللي صار بالاخير. هذا هذا بخليك انت تنظر للامور من وجهه نظرها نتوركس. انها ايش؟ نتوركس. فتصبح انت تفرق مثلا بين الهوم نتورك وهاي الموبايل نتورك وهذا الناشونال جلوبال اي اس بي او هذا اللوكال ريجنال اي اس بي، بمعنى انه هذا ممكن يكون بالمملكه العربيه السعوديه بالسعوديه، هذا ممكن يكون بالشرق الاوسط بيربط بين مصر والاردن والسعوديه جلوبال. تمام. وبالتالي راح ندخل كمان يعني بما انه نحكي عن هوم نتورك وموبايل نتورك راح يكون في مسميات كونتنت بروفايدر نتورك زي نتفليكس مثلا، هذول بكونوا لهم داتا سنتر ولهم عالمهم الخاص، او انتربرايز نتورك زي مثلا اللي صاير بشركه ارامكو. فانت من خلال هذا التقسيم هذا الاستراكشرز هاي البنى هاي الاستراكشرز تصير انت عندك القدره تفهم الاطار العام لما يجري في العالم. ف يعني البدايه دائما تكمن تبدا من ماذا؟ من الايدجز، من الايدجز، من هذه الايدجز، من هذه الطرفيات الاند سيستمز التي تراها. كل ما تراه الان على الشاشه اصبح الان بمسمى الانترنت ثينكس اصبح هوستس، اصبح له اي بي ادرس. هاي الاسواره، هاي الاوكولوس ديفايس، هاي المونيتور، هاي الشاشه، هذه الكاميرا، هذه الكاميرا، هذه الثلاجة، ريفريجريتر، هذا الأمازون إيكو، كل هذا أصبح بجوز هاي الرسمة تعبر أكثر صحيح مفهوم. في حد شوي بس هون يا ريت إنكو في حد عنده سؤال؟ يا دكتور أنا عبد الله. تفضل عبد الله. دكتور بس هل كوميونيكيشن لينك يعتبر كور؟ لا الكوميونيكيشن لينكس لا تعتبر كور. شوف خلي انتبه معي على هذه حتى تفهم المعادلة أكثر. فإذا إنه لاحظ يعني خلينا أنا وين وصلنا طلعنا هون. أوكي. فهذا النتس أند بولتس ما تراه أمامك الآن من فيزيكال ديفايسز ومن إنتر كونكتد آي إس بيز هذه الإنتر. طبعا لاحظوا مفهوم الإنتر كونكشن هذا مفهوم في غاية الأهمية. إنتر كونكتد آي إس بيز لما حكينا لكم عن مثلا إيش؟ عن STC وموبايلي وزين مصر فودافون بالأردن مثلا أورانج وأمني وهكذا. هذا الانتركونيكتد ISPs هي التي تربط هذه اللي هون نحكي عنها، هي التي تربط ما داخل البلد من مؤسسات مختلفة بالريجنال أو الجلوبال ISP. هذول الريجنال أو الجلوبال ISP إذا بتلاحظوا بالمحاضرة اللي أرسلتكم إياها المرة الماضية هي اللي بتكون مسؤولة عن المارين كيبلز، الكيبلات اللي تحت المحيطات على مستوى العالم على مستوى العالم. فطبعا احنا هذا المنظر بشكل شمولي، اما اذا انك طبعا مرتبط بالامر في اشياء انت لا تراها، في اشياء انت لا تراها. البروتوكولات موجوده على مختلف الاصعده سواء على مستوى العلاقه. يعني ممكن انا هون الجهاز اذا بدك تستخدم النت يعتمد على الاتش تي تي بي في المعمل مثلا لما فرجناه كل سويتش والأجهزة المرتبطة فيه كنا البروتوكول الإيثرنت في نقلك لل يعني حتى أنت لما تشغل الـ HTTP أنت أوريدي بتستخدم الـ TCP لأنه الـ HTTP هو فوق الـ TCP. يعني you cannot work with HTTP protocol without TCP connection. بالتالي أي سيرفيس بتصير ممكن نعتمد فيها زي السكايبي، زي مثلا هذا السكايبي مثلا فويس اوفر اي بي. فاذا بتلاحظوا هذا البروتوكولات بمختلف انواعها اللي هون هي ترجمه للانترنت ستاندردز او تطبيق لتلك المؤسسات زي التاسك فورسز، يعني زي الاي اي تي اف والار اف سي
هذول المؤسسات هن اللي بيعملوا البروتوكولز. فالبروتوكول لا تأتي بطريقة يعني جزافية، إنما تأتي بطريقة منظمة منسقة بشكل متوالي. وبجوز المقال اللي أنا أرسلته لك إياه اللي كتبته أنا، اللي هو من الذي يحكم الإنترنت، يعبر عن هذا المفهوم بشكل أدق، إنه هذه المؤسسات لا تحكم الإنترنت لكنها تساهم في إضفاء نوع من المقاييس والستاندردز اللي بتصير عبر العالم. وبالتالي أنا بميل لمصطلح حوكمة، حوكمة governance. لذلك من هون نقدر نفهم المشهد بشكل شمولي أكبر. أيوة، ممكن واحد ينظر لها مش من وجهة نظر nuts and bolts physical، لا، ممكن ينظر لها من منظار service view، فيقول أنا بدي أشتغل سكايب، أنا بدي أنقل ملفات، أو بدي أشتغل client server، أو بعمل streaming video زي ما هي بتعمل نتفليكس. هو ينظر للأمور من منظار إيش؟ service. عشان هيك إحنا بالإيكوميرس حبيت أنا أقتبس من كتاب الإيكوميرس كثير من الأشياء، لأنه بالإيكوميرس إحنا منركز على الجانب البزنس، على جانب السيرفيس المقدم. وبطبيعة الحال هذا يعني coincided، يعني هذا يعني هذا الذي يحدث وتراه أمامك أنت كيوزر أو أنت كمقدم خدمات. بالتالي هو يعتمد على الانفراستركتشر اللي انشرحت قبل شوي، اللي وصفناها بأنها nuts and bolts، أشياء فيزيكال لكن تمرر functions وتمرر كثير من السيرفيسز التي يريدها المستخدم. فهي النقطة اللي أنا حبيت أنا أشير إليها. بالمناسبة كمان لطالما إحنا قبل شوي جبنا سيرة SDN Software Defined Network، فقد يرى المبرمجون الانترنت من وجهة نظر انها programming interface، خصوصا لما نتعامل مع الـ distributed applications. بجوز انتم جربتوا حتى انه لما استخدمنا الـ ASP.NET الفصل الماضي بمادة الويب، اشتغلنا شفتوا الـ REST API، شفتوا الـ، ممكن نعيد شرحه مرة ثانية لطالما صار عندكم او بده يصير عندكم خبرة بالشبكات بشكل أكبر. طبعا هاي مقاربة مع البروتوكول، مع الهيومن بروتوكول، بيهمناش الحكي هذا كثير الآن. سواء أنه نجاوب على سؤال زميلكم هو بمفهوم الإج والكور، تمام، الإج بما فيه من هوستس وأكسس نتورك. لاحظ زميلكم قبل شوي سأل الكوميونيكيشن أقرب ما يكون للأكسس، هي أقرب ما تكون للإج وليست كور. الكور ما يحدث فيها من باكت سويتشينج وسيركت سويتشينج، شغل الراوتر بالدرجة الأولى والسويتش بالدرجة الثانية. المنظر اللي شفتوه قبل شوي لما كنا نعمل تغليف مقاربة بين الفريم والباكت، هذا الأمر راح نركز عليه احنا إن شاء الله أكثر. طبعا فإذا نظرنا نظرة كلوزر يعني أكثر للإنترنت ستكتشر، فسنجد هذا النتورك إج مرة أخرى من هوستس ومن سيرفرز أوفن إن داتا سنترز زي ما أنتم شايفين هون. هاي داتا سنتر بنتفليكس على سبيل المثال، هذا في بيتك مثلا، أنت عامل عندك لابتوب، أو في مثلا أنت رايح على شركة ميدانية، ميدان، مشروع ميداني، فبده يكون معتمد على الموبايل نتورك، بالسيارة، بالثلاجة، بكل الأشياء هاي. الأكسس نتورك راح التركيز على الهوائيات، على الأسلاك، ما يحدث من والتركيز بالتالي على الترانسميشن ريت بينك انت كهوست او كانت ديفايس، وهذا النقل اللي انت مقبل عليه. انت مقبل على ماذا؟ على مقبل على التعامل مع الانترنت. لما تكون تتعامل مع الانترنت لابد من النتورك كور اللي هو شغل الانتر كونكشن راوترز. وشغل الراوترز هون بيدخل فيه ايش؟ البزنس تبع الشركات الريجنال اي اس بيز، الاس تي سي، موبايل، زين، واتيفر، فودافون، اورنج، امنيه. وبالتالي راح تطلع فوق اكثر تفهم الجلوبال اي اس بي. يعني اللي اخذ سي سي ان اي من هاج سيسكو سيرى انه هذا الاسلوب من التقسيم تدخل فيه بالعمق اكثر as soon as انك انت بتدخل، يعني طالما او ما دام انك عم تدخل بشكل متعمق اكثر بالسي سي ان اي، راح تدخل اكثر على الكور.
بالتالي راح اتصل في بروتوكول اعتقد اسمه، والله ناسي اسمه، اعتقد بي جي بي، بوردر جيت واي بروتوكول، بوردر جيت واي بروتوكول، بتعامل فعلا مع مستوى الجلوبال، بس جلوبال. بينما في بروتوكولات اخرى زي الاي اي جي ار بي، او حتى يعني بتذكرهم من فتره، صحيح ما درست سي ان اي، لكن معكم انتم ممكن نبلش نعمل براكتس لهذه الامور، راح نتعرف اكثر على التفاصيل هاي بشكل اكبر. فالصحيح انه عفوا هون شوي، الصحيح انه لاحظ هذا المفهوم الاكسس نتوركس ان فيزيكال ميديا، كيف الربط بيناته، كيف الربط بين الاكسس نتورك والفيزيكال ميديا. طبعا هون ندخل فيها اكثر بالاكسس، لطالما بلشنا نتحدث عن الاكسس نتوركس راح ندخل اكثر بال ايش بالكيابل، الكيابل واحدة الكيابل الاساسيه المهمه، هذا الكيبل اللي بصير. طبعا هذا هاي الكيبل بانواعها المختلفه وما يحدث فيها من ترددات، وقلنا لكم انه المودم هون، المودم هو اللي بيحول من ديجيتال لانالوج، او زي ما حكيت لكم وشرحت لكم لما ربطناها بخط التليفون، هي اللي بيحول من ايش لايش، من الـ 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 التليفون شو كان يحول لك، كان يحول موجاتك الصوتيه لا موجات كهرومغناطيسيه تنتقل عبر مسافات اعلى، مسافات اوسع. اللي بصير هون الى حد ما مشابه، لكن هنا ليست موجات رقميه، موجات صوتيه عفوا، هنا ارقام ديجيتال. هذا الديجيتال بروح انالوج، بروح الكتروماجنتيك عبر مسافات بعيده جدا، اما عن طريق الاف دي ام او التي دي ام، طبعا هذا بالسيركت سويتشنج. طبعا هذا المنظر، في منظر اخر للموضوع، طبعا الكيبل مودم قد يكون له مسمى اخر اللي هو ايش بنسميه CMTS، اللي هو الكيبل مودم ترانسميشن سيستمز، مودم بس منظومة بتعمل تحويل لموجات أعلى، موجات أكبر من طرف لطرف آخر. فصحيح هاي كلها مفاهيم إن شاء الله راح نمر عليها. من ضمن كمان الأكسس نتوركس اللي كان يصير زمان، أو بنقول زمان إحنا 2001 2002 صارت زمان، يعني الان الامور اختلفت، الان صار كله برود باند. بتذكر لما انتقلنا من الدايل اب للديجيتال سبسكرايبر لاينز، اللي هو الاعتماد على خط الهاتف في نقل البيانات من مكان لمكان، بصير في عندك اب ستريم وداون ستريم. هذا مثال على الهوم نتوركس، مقطع جزئي من الهوم نتوركس اللي فرجيناكم عنها قبل شوي، هاي مكوناتها المختلفه، الوايرلس اكسس نتوركس وما الى ذلك. طبعا خلينا بس شوي، اذا في حد عنده اي سؤال بامكانه انه يسال، ما بدا له من اسئله. تمام، اذا هذا الامر يا جماعه في غايه الاهميه في الموضوع اللي احنا بنحكي فيه. طبعا موضوع الفيزيكال ميديا او الموضوع اللينكس، يعني هذه امثله كلها شرحنا عنها امثله. لما تيجي على النتورك كور، لاحظ بتركز على مفهوم الباكت سويتشنج، باكت سويتشنج. هذا هون راح نفرجيكم تحليل اكثر لموضوع الباكت سويتشنج من وجهه نظر انه ستور اند فورورد، بيخزن وبيرسل، بيخزن وبيرسل، بيخزن ما يستقبله ويرسل ويوجه بناء على ماذا؟ بناء على كل باكت ايش الاي بي اللي مكتوب فيه، كل باكت ايش اللي ايش مكتوب فيه. فهذا الامر يعني قلنا انه مرات ممكن يصير في عندنا نوع من الترانسميشن ديلي على مستوى الباكتس، بالتالي اند تو اند ديلي. فانت كسورس للديستنيشن، قلنا لكم انه الباكت سويتشنج عفوا هون، قلنا بالباكت سويتشنج انت شو اللي بتساوي بالضبط؟ لاحظ انت بتقسم الباكت، الرساله تقسم لمجموعه من الباكتس، يعطى كل واحد منها رقم 1 2 3 عبر الراوترز المختلفه، تستقبل هاي الباكتس، بتعملها ستورينج، بعدين بتعملها فوروردينج
للراوتر اللي بعده للراوتر اللي بعده وهكذا دواليك الى ان تصل للديستنيشن. الان الراوترات اللي هون اللي على الطريق زي ما طبعا احنا بنحكي عن راوترات زي هيك، هاي الراوترات، هذا الراوتر الاول، بعدين بروح على الراوتر الثاني، بعدين بروح على الراوتر الثالث الرابع. كل راوتر بيعمل ستور اند فورورد بناء على ماذا؟ بناء على تسلسل الفراجمنتد باكيتس او الباكيتس اللي جزئت هنا، فيجب ان يستلمها هون الديستنيشن اللي بيستلم الرساله بنفس الترتيب اللي ارسلت به. بالتالي متوقع يكون عندنا مشاكل زي ترانزميشن ديلي او اند تو اند ديلي. هذه كلها امور مرتبطه كمان بالباكيت سويتشنج و يعني اللي جبناه كثير الكارافان، زي الكارافان زي قافله من الباكيتس متوالي متتابع. هذا الشيء كمان ممكن يعبر عن نوع اخر من الديلي اللي هو الكيوينج ديلي او اللوس، انه الباكيت يتم فقده ما يوصل. لاحظ هون احنا بنحكي عن مشكله الاستقبال انه مش في الترتيب، هون بنحكي عن مشاكل من وجهه نظر ايش؟ تاخير بالطوابير او بالكارافان بالقوافل الباكيتس المتتابعه، واللص وما يحصل من فقدان للباكيتس عبر تلك المسافات البعيده اللي بتصير معانا. مساله الستور اند فورورد بتتم بالطريقه هاي عن طريق تيبلز، كل راوتر في تيبلز بالطريقه هاي، وارقام الاي بيات مقابل الاوتبوت لينك اللي بده يعمل له فوروردنج فيما بعد. هاي لاحظ بتتم عبر تسلسل كبير وتتابع كبير من الراوترز اللي عندي. طبعا بالمناسبة هذا احنا ما دخلنا فيه في التفاصيل، هذا متى راح ندخل فيه تفاصيله؟ شابتر 4 أو 5. خلينا بس افرجيكم بالضبط هذا الامر، لانه بجوز حدا منكم سألني عن الاي بي سبنيتينج. الاي بي سبنيتينج اذا اردنا ان نذهب الى الكتاب فسنجد بالكتاب هون احنا الان راح نبلش لكم بالابليكيشن لاير، بعدين راح نروح على التي سي بي ترانسبورت لاير، بعدين راح نروح على ايش؟ على النتورك لاير. شابتر 4 و5 هذول الاثنين في غايه الاهميه. بدي اسال سؤال، ليش عمل هون تو شابترز للنتورك لاير، او بالاحرى سؤالي ليش سماه داتا بلين وكنترول بلين؟ هذا امر انا حكيت لكم اياه باحدى المحاضرات السابقه. مين بقول لي؟ اعطيكم مجال تفكروا، ليش داتا بلين وكنترول بلين؟ عفوا مرة ثانية يا شيباني. أقول واحدة تتحكم بال تخطط إيش اسمه مسار البيانات. والثاني تتحكم في الخطط نفسها. طيب يعني بجوز إعادة استعمالات واحدة من مسار البيانات. هذا يا جماعة الداتا بلين والكنترول بلين هاي من المفاهيم الحديثة اللي ما كانت قبل 2010 أو حتى قبل 2015 منتشرة يعني هذا الكتاب نفسه النسخة القبل السابقة منه ما كان في داتا بلين والكنترول بلين. هذا من مفاهيم السوفت وير ديفايند نتورك. لما انت تتعامل مع بدريش، انا هون اذا حاط شرح عن الاس دي ان، اوكي خلينا بس افرجك شغلة هون. هذا كله حكينا عنه مسبقا صحيح، ما في داعي نمر عليه مرة ثانية، وراح افرجيكم شو بس انا بدي افرجيكم شرحنا عن يعني لو رحنا على الديتا بلين هون، لاحظ هون حاط لك ديتا بلين، يعني الديتا بلين اللي هو لاحظ هذا الشكل، كل الشبكات كل الراوترات والسويتشات انت بتتعامل معها كداتا كداتا. لكن لما ننتقل بعد شوي لاحظ كل راوتر له تيبلز، هاي التيبلز بتحدد لك الستور اند فورورد. تمام، بتلاحظوا هنا بالشابتر هذا 4 لما نفصل فيه راح نحكي فيه كثير عن السبنيتينج، الاي بي سبنيتينج بناء على ايش؟ بناء على النتوركس اللي بتصير او الراوتر ديسيجن. راح نمر فيه على الانتقال من الاي بي فيرجن 4 للاي بي فيرجن 6 اللي حكينا لكم عنه بالبريفيو، كيف والداتاجرام، الداتاجرام اللي بتشكل كل اي بي ادرس، هذا الداتاجرام باللي من خلالها راح تتعلموا اكثر كيف شو صار اكستنجن قديش الاي بي فيرجن 6 ريحنا كثير، منه اكبر مور ذان يعني اكبر بكثير اضعاف مضاعفه الاي بي فيرجن 4، بس ريحنا بامور كثير. يا جماعه هذا كله شغل الداتا، كله شغل الداتا بلين، والاور جلاس هاي اللي
حكينا لكم عنها. الآن لو دخلنا أكثر بال بالشابتر اللي بعده شابتر 5 اللي هو الكنترول بلين. لاحظوا بالكنترول بلين شو بصير فيه عندنا. هذا الداتا بلين اللي شفناه قبل شوي المكون من راوترز كثيرة كله بيتم اختزاله أو بيتم ربطه بكنترول بمركز واحد بحيث أنه نعمل له كنترولينج كله بشكل أوتوماتيكي. هذه هي فكرة الأساس تبع Software Defined Network اللي هو الهوت توبيك الآن موجود بالعشر سنين الماضية العشر سنين اللي كان بالعشر سنين الماضية والما هو قادم أيضا. فهنا تركيز أكثر على الخوارزميات المرتبطة بالراوتينج بحيث انك انت كل هالديتاز الداتا بلين هاي او كل هالراوترات هاي اللي سميناها داتا بلين تكون تشتغلها بكنترولر واحد بدل ما انك تعمل كونفيجريشن لكل راوتر على حدة. لا كنترولر واحد بيعمل لك مانجمنت لكل هاي الداتا اللي عندك. طبعا احنا حاولنا نعرض لكم يعني بهالوقت هذا الفصول الكتاب أغلب فصول الكتاب. وبالتالي بعد ما لاحظ المرة ثانية بعد ما نيجي على النتوركينج هذه الشابترز 4 و 5 راح نيجي على اللانس اللينك لير. نفس بتتذكر بالمعمل لما كنا نأشر لكم على البي سيز والكيبلات اللي مرتبطة بالسويتش التعامل مع اللان سواء كانت لان اللي كانت بالمعمل لان او عندك بالبيت بتكون انت عامل بدك تعمل وايرلس لان او بروجكت معين ميداني عامل وايرلس او موبايل نتوركس. لاحظ هذول الاثنين مرتبطات ببعض كمان بس هذا اقرب ما يكون لللان الاعتيادية اللي تعودنا عليها وايرد بينما هاي ايش وايرلس. الى ان يختم الشابتر او الكتاب بشابتر السيكوريتي. هذا فيما يتعلق يا جماعة بالمادة تبعنا، هذا فيما يتعلق بالمساق تبعنا. إذا حد عنده أي سؤال أو استفسار فأنا جاهز للإجابة عن أسئلتكم. حد عنده أي سؤال؟ واضح الأمور للجميع؟ ما تبقى من وقت راح يكون إجابة على أسئلتكم.